على الراديو 90 90. بنرجع لكم تاني، بنقول يلا بينا في بداية الساعة التانية، وبنفكركم اننا النهاردة بنتكلم عن ريادة الاعمال والدور اللي بتقوم بيه وزارة الشباب والرياضة في انها تقدم مبادرات لكل رواد الاعمال، كل الشباب حتى والنشأ كمان من اول 13 سنة في مبادرات خاصة بيهم علشان يؤهلوا ويبقى عندهم الفكر الخاص بريادة الأعمال. لو انت عايز تبدأ مشروع مش عارف تبدأ منين، او لو انت عندك فكرة وعايز تعرف اكتر ازاي فكرتك ممكن تبقى يعني فكرة قوية كده وقابلة للتنفيذ، برضو في مبادرات. ولو انت عايز تلتحق بوظيفة وتاخد فرصة عمل، برضو في مبادرات بتقدمها الوزارة. يمكن عايزين نفكركم بسؤال حلقتنا، بما اننا قلنا ان الوزارة شغالة على مجالات كتير، ايه يا ترى المجالات اللي انت نفسك تتعلمها؟ حرفة يدوية ولا مهنة زي صيانة الموبايلات مثلا والأجهزة الكهربائية، ولا مهارة زي مهارة التسويق أو المبيعات ومهارات تانية كتير؟ 99 9 رقم الرسائل، والراديو 99 صفحتنا على الفيسبوك، واحنا في انتظار المشاركات والإجابات على سؤالنا النهاردة. تعالي يا رضوى بقى نشوف نماذج حقيقية لشباب بالفعل استفادوا من مبادرات وزارة الشباب، وأول واحد هنبدأ معاه هو كريم نبيل معانا على التليفون دلوقتي. مساء الفل يا كريم. مساء الفل يا كريم. مساء النور، ازي حضرتك استاذه رضوى واستاذه رغدة؟ الاخبار احنا زي الفل. عايزين نسمع منك بقى، عرفت ازاي مبادرات وزاره الشباب والرياضه وبدات ان انت تروح وتتعلم وفعلا تستفيد من الدعم اللي بتقدمه الوزاره؟ حاضر كده. هي القصه بتبدا من نقطه يمكن انا ما كنتش متخيلها خالص، ان ممكن طالب لسه في الجامعه يتصل بوزيره الدوله ويتكلم معاه عادي، بس هو ده اللي حصل فعلا. وانت طالب في سنه كام وبتدرس ايه؟ أو أنا دلوقتي أنا خريج السنة دي، أنا أول دفعتي الحمد لله ميكانيكا الزقازيق. ألف مبروك. مبروك طبعا التخرج، دفعة 2021 بالظبط. هو أنا كنت في تيم اسمه إناكتس الزقازيق، وكنا مش شغالين على مشروع كده، وأنا البي آر بتاعه، فكان مطلوب مني إن احنا نتواصل مع الوزارة عشان في مشروع معين ممكن نتعاون فيه. طبعا بيشتغلوا على المشروعات المجتمعية، إزاي تفيدوا المجتمع، وإحنا اتكلمنا عنهم يعني في حلقات كتير الحقيقة. بالظبط، هو كان مشروعنا ليه علاقه بنبات الباربي والمنتجات بتاعت نبات تاريخي زي ده. فجبنا رقم دكتور اشرف صبحي، انا فاكر ان انا اتصلت بيه على طول وانا متخيل ان هو رقم غلط اصلا. فقلت له دكتور اشرف صبحي، قال لي ايوه. قلت له وزير الشباب والرياضه، انا مش مصدق. فقال لي مظبوط. قال لي مظبوط. وبعدين بدات اتكلم معاه عن المشروع واللي محتاجينه. بعدها باسبوع كنت موجود عندي ميعاد في الوزاره عشان اتواصل معاهم في النقطه دي. جميل، يعني كان في تواصل واستجابه على طول. يعني بعد ربع ساعه ما قفلت مع معالي الوزير، حد من مكتبه كلمني على طول وحدد لي معاه. وفي الوزاره عرفت بقى عن معسكر كان هيتعمل في اسوان، فكنا المفروض هنشارك باسم إناكتس فيه، بس هو المعسكر اتاجل شويه، فكانت إناكتس خلصت فشاركت ككريم بقى خلاص فيه. كفرد بقى نزل... انت خلاص رياده الاعمال شدتك يا كريم وحبيت ان انت تشارك في المعسكر. حبيت اتعلم اكتر. فهو كان بين وزاره الشباب والرياضه واليو ان دي بي اللي هو المركز الانمائي للامم المتحده ومايكروسوفت. نزل فورم زي ما كانت دكتورة منال بتقول من شوية، بنقدم فيها، بنخش في شوية فلترة كده. فالحمد لله أنا اتقبلت ورحت المعسكر ده، كان اسمه معسكر الشباب الأفريقي لريادة الأعمال. كنا بنروح الناس ما نعرفش بعض خالص، نبدأ نعرف بعض، نبدأ نكون تماس، نطلع أفكار، وفي آخر يوم بيتعمل المسابقة ويبدأوا بقى يختاروا أفضل الأفكار. الحمد لله احنا كنا كسبنا المركز الأول أنا والتيم بتاعي في المسابقة دي أو في المعسكر ده. التيم اللي أنت اتعرفت عليه جديد ولا كنتوا اصلا جايين من الجامعه مع بعض؟ لا خالص، احنا من محافظات مختلفه، كان معانا ناس حتى من اليمن، وهو كان اصلا معسكر افريقي، فكان في ناس من نيجيريا وغانا ودول كتير في افريقيا. طيب فاكر الفريق بتاعك كان مكون من مين؟ كنت انا واربع بنات تانيين من البحيره ومن القاهره وبنت من اليمن، فكنا ومن منصوره. محافظات مختلفه، بيكونوا نفس التخصصات ولا تخصصات مختلفه؟ مختلفه خالص، كان هندسه وكان في علوم بحريه، كان في حقوق، حاجات مختلفة خالص جدا عن بعض. فبتتعلموا تفكروا مع بعض يا كريم، طب ازاي نحل مشكلة في المجتمع من خلال فكرة، من خلال مشروع، وتبدأوا تدوروا وتبحثوا. بالظبط، احنا بناخد حاجة اسمها ديزاين ثينكينج، دي المنهجية اللي بيتبعها يعني رواد الأعمال، إن هم يحللوا المشاكل ويطلعوا بأفكار دي. بناخد التدريب فيها وبعد كده بنشتغل على الأفكار ونبدأ نعرضها في الآخر. كانت إيه الفكرة يا كريم بقى اللي أنتوا اشتغلتوا عليها وأنتوا فريق لسه ما تعرفوش بعض خالص وبدأتوا تتواصلوا مع بعض؟ هو اكيد احنا بدانا نجيب الاول افكار كثيره في مجالات مختلفه ونعرضها على اللجنه او على المدربين، يبداوا يعدلوا لنا، يشوفوا ان لا في حاجه احسن، لحد ما الفكره اللي احنا عرضناها في الاخر كان ليها علاقه بالسياحه والصم وضعاف السمع اللي هم الناس الديب بيبل، يعني ان الاماكن السياحيه ما تبقاش مهيئه كويس ليهم، ما فيش حد بيشرح بلغه الاشاره. حقيقي. فكان
ابعد على الموبايل هنعمله بيساعدهم ان هم يتحركوا باستقلاليه اكتر، وبيوفر لهم لغه الاشاره في الاماكن دي. فنبدا نشجع سياحه زي دي، وتبقى في مصر خصوصا مع المتحف الكبير موجود في حاجه زي دي، فيبدا يبقى عامل جذبه اكتر كمان للسياحه في مصر. طبعا اكيد. وبالفعل بداتوا تنفذوا الفكره وفعلا تبقى موجوده على ارض الواقع ونلاقيها في المتاحف عندنا، ولا هتعملوا ايه؟ احنا بعد ما كسبنا كان اليو ان دي بي عرض علينا ان احنا نكمل معاهم في كذا مسابقه بينهم وبين الوزاره بعد كده، فبدانا فتره كده ان احنا نشتغل على الفكره، ورحنا معسكر تاني كان في الغردقه، كان برضو على مستوى مصر، افكار من مصر كلها، وتصعدنا من افضل 10 في المعسكر ده. وبعد كده كان في المركز الاولمبي النهائي بقى، افضل 10 افكار هيعرضوا على المراكز الاولى على مصر يعني، ورحنا خدنا المركز الثاني على مصر، وصعدنا ان احنا نمثل مصر في الاردن على مستوى الوطن العربي. ففي الفترة دي كنا احنا بدأنا نشتغل على الفكرة، وكنا المفروض هنكمل بعد المعسكر، بس كان الكورونا كان لها رأي تاني يعني ان احنا نوقف شوية للأسف. بس هتكملوا هترجعوا تاني ولا ايه يا كريم؟ هي اصلا مجرد وجودنا في معسكرات دي خلتنا نعرف ناس كتيرة شاطرة جدا في مجالات كتير، فسهل ان احنا نرجع. احنا حتى يعني عملت تيم ودخلنا مسابقة مع وكالة الفضاء الامريكية مع ناسا، يعني عملنا تيم ودخلنا مسابقة مع ناسا بتتعمل في مصر وكذا دولة حول العالم، وخدنا برضو مركز أول الحمد لله على مصر، وصعدنا نمثل مصر على العالم، وكان المفروض نسافر أمريكا، بس يعني كورونا برضو خلانا إن احنا نسافر. يعني كونتوا تيم برضو من علاقاتكم في المعسكرات دي أو في المسابقات اللي بتتأهلوا ليها، فدي فرصة حلوة لتكوين العلاقات كمان وفرق العمل يا كريم. يعني بالظبط، هي بيئة فيها أشهر ناس في مصر تقريبا، اشطر شباب في مصر، فاحنا سهل ان احنا نعمل تيم ونكسب مسابقات عالميه مع الامم المتحده مع ناسا، وكل ده طبعا بيقوي السيفيهات بتاعتنا. طيب كريم، بما انك طالع الاول على دفعتك، يعني بتفكر ان انت عايز تتعين ويبقى عندك وظيفتك وتمام كده وتبقى استاذ في الجامعه، ولا نفسك يبقى عندك مشروعك ويبقى عندك طول الوقت افكار بتنفذها وبتحولها لستارت ابس وتدخل مسابقات، نفسك تعمل ايه؟ هقول لحضرتك، هو كتير ما بيبقاش ده اختيار، يعني كتير بيبقى لمعظم الناس ان انا خلاص طلعت الاول فلازم اتعين، لان انا ما كانش عندي انشطه تانية اصلا، بس الحاجات اللي الوزاره عملتها دي خلت انا عندي اختيار. انا معايا سي في قوي، انا شاركت في مسابقات دوليه وكسبت ومثلت مصر، فانا عندي الاختيار. فبالنسبه لي الحمد لله جالي فرص اصلا وانا خريج بقالي شهر، جالي فرص في شركات كتير، وان شاء الله المفروض يعني بامر الله بفضل الله ان انا هبدا اتعين في شركه ان شاء الله الاسبوع ده، تعتبر من اكبر الشركات الهندسيه في مصر. فانا بالنسبه لي مش احسن حاجه ممكن التعيين، ممكن المرتبه الثانيه بتاعتي يعني انت الرساله اللي عايز تقولها لكل الشباب اللي بيسمعونا انه ابدا وانت طالب، ابدا اتعلم، حاول تتدرب، روح شوف البرامج اللي بتقدمها وزاره الشباب، هيفرق في شخصيتك، هيفرق في تفكيرك، واختياراتك هتبقى اكتر، هتقدر تختار اللي انت عايزه بدل ما تبقى مجبر ان انت تشتغل حاجه انت مش بتحبها لانك ما جربتش قبل كده. بالظبط. وفي جمله مهمه بنسمعها كتير على الفيسبوك، اللي هو بيقول انا عايز خريج جديد بس عنده خبره سنتين وثلاثه. ما هي الحاجات دي، هي الحاجات دي الانشطه دي، ويبقى في علامات تعجب ازاي خريج جديد ومش وعندي خبره سنتين، ويبقوا الناس مستغربه جدا ويحسوا انه ده تعسف، ولكن الواقع انه في طلبه بتبدا من ايام الجامعه تشتغل على نفسها زيك يا كريم. زي كريم. كريم انت كمان سافرت روسيا ومثلت مصر برضو من خلال وزارة الشباب في روسيا، ودي تجربة اكيد مهمة عايزين نسمعها منك، عشان يعني ده اكيد هيشجع شباب كتير بيسمعونا دلوقتي انه يقدروا يعملوا حاجات كتير ويوصلوا لاماكن كتيرة ومنتديات مهمة. بالظبط. هو انا في المعسكرات اللي بروحها بشوف يا انا بقى من افضل الناس اللي موجودة اجتهادا يعني، يا اسيب المكان ده لحد تاني يجتهد اكتر. فانا في المعسكرات الحمد لله اللي روحتها كنت ببقى يعني بارد شوية عشان مجتهد شوية، فالوزارة رشحتني. الثقة بالنفس. أيوة. عايزين احنا الثقة بالنفس دي في كل واحد فينا. اكيد. فالوزارة كانت رشحتني في حاجة اسمها عام التبادل الانساني، طبعا فخامة الرئيس مع الرئيس الروسي موقعين حاجة اسمها عام التبادل الانساني بين مصر وروسيا. فمن ضمن الفعاليات ان كان هيتعمل معسكر هناك في روسيا، في شباب من مصر هنا هيروحوا ويقابلوا شباب من هناك ويتكلموا في شوية مواضيع كده. فبدأت الوزارة ترشح ناس من المعسكرات الكتير اللي عملتها ان هم يخشوا مرحله فلتره كده في الوزاره، كانت انجلش وكانت مقابله شخصيه، والحمد لله انا اتصعدت يعني من 25 اللي هيسافروا لروسيا، وكنت انا التيم ليدر بتاع التيم اللي له علاقه برياده الاعمال. رحنا هناك الفريق. انا الكابتن. ايوه. فروحنا هناك الحمد لله اتكلمنا عن الوضع الاقتصادي في مصر وازاي بيزدهر بيئه الستارت ابس الموجوده وازاي بتنمو عندنا في مصر،
الحمد لله لما رجعنا كان الوزاره وزاره الشباب والرياضه تلقت خطاب من وزاره الخارجيه بتشيد بالوفد وحسن تمثيله لمصر هناك، ومعالي الدكتور اشرف صبحي طبعا كرمنا. وانا طب يا كريم استنى بس يا كريم، رجعت من روسيا بسرعه وانت هناك بقى اتعلمت ايه؟ كان في تبادل كده ما بينك وبين رواد الاعمال في روسيا؟ عرفت الافكار اللي عندهم؟ قلت لهم الافكار اللي عندك؟ ايه اللي حصل؟ حلو. هو في جزء من الاكتيفيتيز اللي بتحصل ان احنا نبدا يحصل نقاش بيننا وبينهم، بنعرف ايه المشاكل اللي عندنا هم عندهم لها حلول، وايه المشاكل اللي عندهم احنا عندنا حلول ليها. بنعرض افكارنا والمشاريع، حاجات مهمة زي جدا. وزي سويفل الستارت ابس الكبيره في مصر وريناهم ليها، هم عندهم كمان ستارت ابس روسيه شغاله هنا زي ان درايفر وزي حاجات ثانيه كتير. فاحنا كنا بنعرف ايه المشاكل اللي بتعوقهم ان هم يجوا يستثمروا اكتر في مصر. حاجات لها علاقه بالقوانين عندهم، حاجات لها علاقه بالبنوك ان هم لازم يروحوا دوله ثانيه بعدين يجوا هنا. وطبعا ده كله اتعمل في مسوده واتعمل في يعني مشروع قانون او حاجه زي كده مع الوزاره. الوزاره بتشتغل عليه دلوقتي عشان يسهلوا استثمار الجانب الروسي عندنا اكتر في مصر، غير طبعا العلاقات الشخصيه. احنا تعرفنا اكتر على البيئه الروسيه او المجتمع الروسي، لان كان في ناس من كل اماكن روسيا يعني دول كتير جدا، كان في ناس من كل الدول دي. فاحنا عرفنا كمان حاجات كتيره جدا عن طبيعه الشعب ده وازاي نتعامل معاهم، وبقى لينا اصدقاء كتير هناك. وتجربه السفر تجربه مهمه يعني لاي دوله في العالم بنستفيد، اي حد فينا بيسافر بيتعلم بينقل بقى خبراته للدوله دي ويجيبها مصر وهكذا. بجد يا كريم نورتنا، وشكرا جدا جدا على مداخلتك معانا، ونتمنى ان طاقتك الايجابيه تكون وصلت لكل حد بيسمعنا. يا رب. شكرا يا كريم. شرف ليا كتير ان انا معاك. تشرفنا بيك. شكرا يا كريم نورتنا.